المرحلة الرابعة في مسألة التغسيل أن يقوم المغسل بنية التغسيل والتسمية. وأما النية فقد قلنا إنها شرط، لأن تغسيل الميت متعلق بمن حضره وليست متعلقة بالميت، فلذلك قلنا إن التغسيل إن النية واجبة في التغسيل، في تغسيل الميت، وعلى ذلك فلا بد من النية. وهنا مسألة مهمة، ما المراد بالنية؟ المراد بالنية أمر سهل جدا لا يستحق هذا التعقيد ولا الصعوبة، فإن ذهاب المرء إلى المغتسل أو الحمام الذي يغسل فيه الميت هذه هي النية. وأما لو جاء الماء من غير قصد من أحد، كأن يكون الميت في تحت مطر أو جعل في مكان فانطلق الماء فعمم جسده، فنقول إن هذا لا يسمى تغسيلا لعدم وجود المغسل، لعدم وجود المغسل الذي قام بأقل العمل وهو النية. التسمية على تغسيل الميت هل هو سنة أم لا؟ نص الإمام أحمد على أنه سنة، وخرج ذلك على القاعدة التي ذكرت لكم أن تغسيل الميت كتغسيل الجنب، فكما أن غسل الجنابة يستحب فيه التسمية لما صح في مسند الإمام أحمد بأسانيد يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقاس أهل العلم عليه غسل الجنابة بجامع أن كليهما رفع لحدث. وكما قلنا إن تغسيل الميت هو غسل جنابة، فلذلك استحب التسمية، استحب التسمية، ولم نقل بالوجوب هنا. لماذا؟ لأن الذي يقوم بالتغسيل ليس هو الذي ارتفع حدثه وهو الميت، وإنما الذي يقوم بالتسمية من يقوم بالتغسيل وهو الحي.